الرئيس المنتهي ولايته، قدم برشا وعود زائفة للتوانسة وما حقق منها حتى شيء. يشوف في معاناة التوانسة كل يوم تزيد، والحلول الوحيدة اللي عنده هي المزيد من المغالطات وبيع الأوهام. قيس سعيد اختار سياسة الهروب إلى الأمام واستعمال أتعس الممارسات والوسائل للبقاء في الحكم بمناسبة الانتخابات القادمة، وهذا باش يحطوا أمام احتمالين لا ثالث لهما، أما يخسر الانتخابات ويعاقب الشعب ويقسيه، وأما في حال جعل من الانتخابات مسرحية سيئة الإخراج وأقسى كل منافسيه، فإن الشعب باش يعاقبه لأنه زيف إرادته وتسرق منه الأمل في التغيير وتحسين أوضاعه.